إذا أردت أن تبني جيل ومستقبله فعليك بالمعلم. فإذا بنيت المعلم أنت بنيت الجيل كله. سلاحنا هو القلم، إحنا بنحارب بالقلم، بنحرر وطننا بالقلم. بدأت عملي كمعلمة بالتدريج، الإبداع بيأتي خطوة خطوة. ألفت كتابي الأول في قبل عام، بيجمع 45 استراتيجية تعلم نشط بالألعاب التربوية، تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، وكان أحد أفضل أهم أعمالي الذي صنف لدى مؤسسة AKS التي أعلنت عن الجائزة وتقدمت فيها. كل هذه الأعمال أهلتني للفوز بلقب معلم عالمي ضمن أفضل معلمي العالم لعام 2020.